هنتكلم دلوقتي على بعض الريكومنديشنز اللي ممكن او اللي لازم ناخدها في الاعتبار في خلال عمليه الصيانه لرمات البلي. في البدايه هنتكلم عن ظاهره بتحصل في كل رمات البلي، وهي عمليه الاوفر هيتنج، اللي هو السخون اللي بتحصل في رمان البلي. اولا الميكانيزم بتاع السخونه اللي بتحصل دي نتيجه ايه؟ ليه السخونه بتحصل؟ السخونه بتحصل نتيجه ان انا عندي في ريلاتيف موشن، في حركه نسبيه، في سرعه نسبيه بين جزئين، جزء ثابت اللي هو الاوتر ريس، وجزء المتحرك اللي هو الرولينج اليمنتس. بالاضافه لكده في حركه نسبيه اخرى او ريلاتيف سبيد اخرى بين الرولر اليمنت اللي هو البليات اللي جوه رمانه البلي والانر ريس. برغم ان الانر ريس بتكون بتحرك مع العمود، البولز دي بتحرك حركه راندوم، ولكن مش لازم تكون هي نفس سرعه، او مش نفس تكون نفس بنفس سرعه الانر ريس، عشان كده في بين الاثنين ايه ريلاتيف سبيد. وبالتالي بيبقى عندي انا حركتين سبيتين دائما البول مشتركه فيهم، واحده البول مع الانر ريس، واحده البول مع الاوتر ريس. نتيجه هذه الريلاتيف موشن دي بيحصل احتكاك، الاحتكاك بتولد عنه حراره. هذه الحراره هي اللي بتظهر في الجسم، تحرك للجسم نتيجه الكوندكتيفيتي بتاعه الميتالز، بتاعه الخامات المصنوع منها رمانة البلي، وبتبتدي تتحرك الى الكيسنج الخارجي والى العمود اللي متركب عليه البيرنج. بنقدر ايه نحس ان حصل في هيتنج، حصل للايه للرمانة البلي. ولكن لازم هنا نفرق بين مجموعه تعبيرات. في كلمه هيتنج مقصود بيها ان البيرنج بتاعي درجه حرارته ترتفع عن درجه حراره الامبيانت تمبرشر او درجه حراره الروم تمبرشر، يعني في درجه حراره الغرفه او من البيرنج بيشتغل بتلاقي درجه حرارته بترتفع الى درجه اكبر شويه من الروم تمبرشر، وده اسمه هيتنج. اما الاوفر هيتنج فده حاجه تانية. الاوفر هيتنج ده بقى لدرجه الحراره بتاعتي بتعدي درجه حراره 70 وال80 وال90، بتعدي الرينج ده وبتبتدي تخش في درجات حراره عاليه شويه، ودي اللي هي احنا بنسميها السيرفيس تمبرشر، يعني بتبقى في درجه حراره اعلى من درجه حراره السيرفيس تمبرشر. درجه السيرفيس تمبرشر بتبقى من 80 70 80 ممكن توصل ل 100 ل 100 درجه مئويه. لو عيت عن كده ده اللي احنا بنسميه الايه الاوفر هيتنج. اي درجه حراره في الرينج بتاع الاوفر هيتنج اللي هي بعد السيرفيس تمبرشر دي بيبقى ليها تاثيرات نيجاتيف افكتس، ولابد من ان احنا نحاول نشوف سببها ونعالجه. ودي بيحس بيها الاوبريتور نفسه او العامل اللي بيشتغل على المكنه، او ممكن بتاع الانسبكشن اللي هو موظف بتاع الصيانه المسؤول عن التفتيش عن الايه عن الماكينه. عايزين دلوقتي نشوف دلوقتي اسباب الاوفر هيتنج او الريزنس بتاعه الاوفر هيتنج. اولا عمليه الاوفر هيتنج دي بيكتشفها واحد من اثنين، اما المينتنس بيرسونال اللي هو الاشخاص او الطاقم المسؤول عن الصيانه، او عن طريق الايه الاوبريتور نفسه اللي شغال في الورك بليس نفسها اللي فيها الماكينه اللي فيها هذا الكرسي. وعاده واحنا ممكن نحدد الاسباب اللي ممكن تعمل اوفر هيتنج في مجموعه حاجات. اول حاجه اللي هو انكوركت لوبريكيشن سيستم، بمعنى ان يكون نظام التزييت بتاعي نظام مش مظبوط، او نظام التشحيم، اما دايره التزييت او نظام التشحيم يكون فيهم في عيب معين بيخلي الزيت ما بيوصلش، او فيه عيب في ايه في نوعيه الزيت اللي ايه اللي بتستخدم. دي اول حاجه. تاني حاجه امبروبابل انستليشن بروسيس، يعني عمليه التركيب بتاعتي في خلال عمليه التركيب شبه بعض العيوب. دي الحاجه الثانيه، زي مثلا لما نيجي نركب ويكون البيرنج ده فورسد، يعني محطوط في العمود بتاعه بزرجن فيه بشرط ان العمود، لما اخترت عمود خطا فالعمود هو راكب حصل ان حرف كان متركب مثلا في حرف عمود، فالبيرنج لما تركب في حرف العمود حصل فيه ديفليكشن. الديفليكشن ده بيخلي الالاستيك كيرف بيبقى مثلا عالي لفوق، معنى كده ابص الاقي ان الانر ريس مع البليه فورست في مكانها ما هياش مستريحه، فدي برده ممكن تعمل لي عمليه ايه
اوفر هيتنج. الحاجة التالتة اللي هي ان يكون حصل اوفر لود على الكرسي بتاعي. اوفر لودنج معناها ان انا حاسب عند ان هو هيشيل لي قوة معينة وتكون القوة اللي بتيجي عليه قوة اعلى بدرجة معينة من اللي انا حاسب عليها، او ان يكون انا حاسب ان عليك قوة معينة ولتكن قوة ريديال مثلا، ويكون بتظهر عليك كمان قوة اضافية، قوة مثلا انا ما خدتهاش في الاعتبار على الاطلاق. يعني اما القوة نفسها اللي انا كنت عامل حسابي عليها بس حسبتها خطأ او اقل من اللي بتظهر خلال عملية التشغيل، او تكون كومبوننت جديدة للود انا ما كنتش حاططها في الاعتبار. الحاجة الرابعة والاخيرة اللي هي اللي عملية الميس الاينمنت، اللي هو بمعنى ان يكون الاكس بتاع الكرسي مش منطبق مع الاكس بتاع العمود. ودول اربع حاجات ظهور اي واحدة منهم تؤدي الى عملية الاوفر هيتنج. هنتكلم دلوقتي على اللوبريكيشن. ومشاكل اللوبريكيشن دي بتكون اسبابها واحد من النقاط اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجة ان يكون استخدامي لنوع اللوبريكانت استخدام خاطئ، يعني النوع اللوبريكانت اللي مستخدمه لا يناسب العملية التشغيل او الظروف التشغيل بتاعة الكرسي. الحاجة التانية ان يكون كمية الزيت اللي بتوصل للبيرنج كمية غير كافية، اللي هو insufficient lubricant flow، يعني عملية الفلو نفسها عملية الزيت اللي واصل ما هوش كفاية. تاني حاجة او تالت حاجة ممكن يكون excessive lubricant، يعني يكون الزيت اللي واصل كميته كبيرة. رابع حاجة ان يكون في contamination او يكون في شوائب موجودة في الزيت. خامس حاجة ان يكون الزيت بتاعي اللي في الكرسي ما تمش تغييره في الوقت المناسب، وبالتالي اصبح زيت قديم، وبالتالي فقد صفات التزييت او صفات الانزلاق اللي هي المفروض تكون متوفرة فيه. بالنسبة للرونج تايب اوف لوبريكانت، الاحظ ان رونج تايب اوف لوبريكانت ده يعتبر مشكلة من المشاكل اللي هي تعتبر المشاكل الكبيرة، لان ببص لقى ان الكرسي بتاعي حصل له ارتفاع في درجة حرارته، ارتفاع غير طبيعي وفي سخونية فيه عالية، على الرغم من ان السيلز بتاعته اوكي، بالرغم من مستوى الليفل بتاع اللوبريكانت، يعني مستوى الزيت اللي وصل له برضو في وضع كويس. وبالتالي فهي دي الحاجات اللي الواحد في الاول او بيلاقي فيه اوفر هيتنج بيبصلها، ان يشوف اول حاجة يكون في حطا في حصل قطع مثلا في السيلينج، او حصل ان مستوى الزيت اقل من المستوى المطلوب، وبالتالي الزيت ما بيوصلش للكرسي. وبالتالي لما بيكون الاثنين دول اوكي في وضع سليم، اللي هو مستوى الزيت مظبوط والسيلز بتاعه الكرسي الشيلد مثلا بتاعته او الشيلد بتاعته كويسة، يبقى في هذه الحالة لابد ان يكون في بقى عيب تاني، يكون في خطأ في في نوع الزيت المستخدم. وعشان كده ضروري ان احنا لازم في عملية تسجيل درجة حرارة الكرسي من ان لاخر. يعني في احنا عارفين ان في الصيانة، الصيانة ليها بيريودز مختلفة، في صيانة اسبوعية، وفي صيانة شهرية، وفي صيانة مثلا موسمية. لازم في خلال مثلا هذه العمليات المختلفة لازم يكون عندي عملية ريكورد، تسجيل لدرجات الحرارة بتاعة الكراسي، علشان لو حصل ان لقيت فيها ارتفاع غير طبيعي ظهر، يبقى اذا لازم ان هو ابتدي اشوف السبب ايه. وبالتالي عملية تسجيل درجات الحرارة المستمر دي من الحاجات اللي هي الاساسية واللي لازم نعتمد عليها. ومثال على كده، مثلا لو انا عندي كرسي ركبته جديد وابتديت اشغله، واول ما ركبته ابتديت اقيس درجة الحرارة بتاعته او اسجل درجات الحرارة بتاعته، احتمال ان انا الاقي درجة الحرارة بتاعته بتبقى عالية بعض الشيء، ولكن هذا العلو الاولاني ده بيكون نتيجة الكونتاكت اللي بيحصل بين الاسطح الجديدة. احنا عارفين الاسطح الجديدة واسطح مشغلة بماكينات تشغيل
الاسطح بتاعتها بيبقى عليها مهما كانت ناعمه بيبقى عليها بتبقى عليها فيها بيكس او قمم وقيعان، بيكس وفاليز. البيكس مع بعضها بتاعت سطحين معينين بيجروا على بعض، مثلا البليا مع الانر ريس او البليا مع الاوتر ريس. البيكس دي في البدايه بتبقى تعتبر حاده نسبيا وبتتلاقى مع بعضها وبيحصل فيها تآكل لغايه لما ايه يبتدي يحصل عمليه تنعيم للسطح بالتشغيل. خلال هذه العمليه الاولانيه بلاقي درجه الحراره بتاعتي بتبقى عاليه، وبالتالي لو انا في البدايه ولقيت درجه او ما ركبت كرسي جديد ولقيت درجه الحراره بتاعته بسجلها لقيتها غير عاليه بعض الشيء، معنى هذا الكلام ان في احتمال ان يكون ده نتيجه الايه الفريكشن البدائي بتاع عمليه الرننج ان الاولانيه بتاعه الكرسي. ولكن باستمرار عمليه التسجيل ولقيت مازال في اوفر هيتنج، يعني مازال في ارتفاع في درجه الحراره على الرغم من ان مستوى الزيت في مقياس الزيت مظبوط ومفيش ليكج بيحصل، مفيش تسريب بيحصل من السيلز بتاعه الكرسي، في هذه الحاله معناها ان في مشكله عندي موجوده لابد ان انا ايه اتعرض لها. وبالتالي استخدام خاطئ للزيت معناه ايه؟ معناه اول حاجه ان الزيت بتاعي تكون الفيسكوستي بتاعته اقل من المطلوب او اعلى من المطلوب، دي اول حاجه، لان الفيسكوستي لو كانت اقل من المطلوب بيحصل ان السطحين ان الشير ستريس بتتولد في طبقه اللوبريكانت دي بتقل، وبالتالي السطحين بيبتدوا يقربوا من بعض فبيحصل بارشلي ميتال تو ميتال كونتاكت او باوندري لوبريكيشن كونديشن، يعني بيبتدي يحصل ايه ان الاسطح بتبتدي تقرب من بعضها فايه بيحصل احتكاك بينها ودرجه الحراره بترتفع. ده اول سبب. السبب الثاني ممكن يكون انسفيشنت لوبريكانت اديتيفز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزيت اللي احنا بنستخدمه الزيت التزييت اللي بيستخدم ده عباره مكون من جزئين رئيسيين. الجزء الاولاني اللي احنا بنسميه البيز اويل اللي هو الزيت الاصلي، والزيت الاصلي ده ممكن مينرال اويل او سينثيتك اويل، يعني ممكن يكون زيت مستخدم بالبترول او زيت ايه سينثيتك صناعي معالج بطريقه معينه. هذا ده هو ايه النسبه الكبيره من يعني انا جبت كميه من الزيت وليكن مثلا 1 سنتي كميه معينه من الزيت وليكن 1 سنتيمتر مكعب، هلاقي ان 1 سنتيمتر مكعب دي ممكن يكون 99% منها او 99.5% منها هو ده البيز اويل. الباقي النسبه الباقي الصغيره دي احنا بنسميها الاديتيفز او الاضافات. في الواقع اي زيت لازم يبقى عليه مجموعه كبيره من الاضافات، الاضافات دي كل اضافه منهم بيكون ليها هدف معين. يعني مثلا ابص الاقي في مثلا انتي فوم اديتيف بيكون مضاف له ماده اسمها انتي فوم اديتيف. انتي فوم اديتيف معناها دي اضافه معينه، مواد كيميائيه بتضاف بنسب معينه للزيت بشرط ان هي تخلي الزيت لما يحصل له عمليه تقليب ما يبتديش يكون رغاوي. زي مثلا لو احنا شفنا السياره في موتور السياره من تحت في حوض الزيت او الكارتير، السياره بتتحرك بيحصل ارتجاج او الموتور بيترج نتيجه حركته على الطريق. لو الزيت دوت اتكون فيه مع الرجه بتاعته اتكون فيه فوم او رغاوي بيبقى فيه المدخل او المأخذ بتاع ترمبه الزيت بيبقى محطوط جوه الزيت، فالمأخذ ده هيبتدي بدل ما ياخد زيت هياخد زيت مع رغاوي. الرغاوي دي معناها ايه؟ معناها زيت مع ميه مع هواء، معناها ان انا بدل ما هو بيسحب لي كميه معينه كيو من الزيت في الدقيقه هيسحب كميه اقل، لان الكميه اللي هو هيسحبها دي هي عباره عن زيت مع هواء، فكميه الهواء هتقلل كميه الزيت الواصله، وبالتالي الزيت اللي واصل للعمود او للكرسي هيبقى مش كفايه فيبتدي يحصل هنا عندي ايه فيلير. يبقى اذا ده اول نوع مثلا من الاديتيف اللي هو انتي فوم اديتيف. في نوع تاني اللي هو انتي فريكشن اديتيف، وده نوع معين برضو من المواد اللي بتضاف للزيوت بهدف ان هي تقلل لي معامل الاحتكاك عشان تقلل لي كميه الهيت جنريشن اللي ممكن تتولد، لان طبعا الهيت في حد ذاته مش مشكله، لكن مشكله تاثيره، لان الهيت لما بيرتفع بيأثر على الماتيريال بتاعه الاجزاء المتحركه، لان طبعا كل ما برفع درجه الحراره كل ما الماتيريال بروبرتي بتاعتي بتتغير، وتغيير الماتيريال بروبرتي بتقلل من خصائص الايه الخامه بتاعتي.
في كمان مثلا نوع تاني من الاديتيف اللي هو انتي وير اديتيف، اللي هو اضافه تضاف علشان تقلل معدلات التاكل اللي بتحصل بين الاسطح وهكذا. في ديسبيرسنت اديتيف اللي هو نوع معين برضو من الاضافه بتضاف للزيت علشان ما يتمش ان الشوائب تتجمع بعضها وتتكلس وتعمل لي جسيمات كبيره، دي ممكن تعمل لي عمليه شورتج في دايره الايه التزييت. السبب الثالث او من اللي هو ممكن يخلي لي اللوبريكانت بتاعي اللوبريكانت مش مناسب، يعني ممكن يكون الزيت بتاعي الفيسكوستي بتاعته مناسبه اللي هو هاي لكن تكون مناسبه، وممكن يكون هذا النوع من الزيت فيه اديتيفز مناسبه لعمليه التشغيل بتاعتي، ورغم هذا الاقي فيه ممكن الزيت دون يكون فيه كونتامينانس، يعني فيه داخل له شوائب. الشوائب دي لما بتخش عن طريق مصادر كتيره، يعني مصادر الشوائب اول حاجه ممكن يكون مع الزيت وهو جديد، تاني حاجة ممكن يكون خلال عملية تخزين الزيت، يعني ممكن يكون في ساعات بيبقى في زيت في بعض الأماكن زي في الجراشات الكبيرة الزيت بيجي في براميل، أو في بعض المصانع الكبيرة الزيوت بتيجي في براميل كبيرة، البراميل دي في عملية الاستورج بتاعها في عملية التخزين بتاعها بيبقى تخزين مش سليم، يعني ممكن مثلا تكون بتساب معرضة للهواء الجوي فبيتخش لها إيه أتربة، يبقى عملية الاستورج ممكن برضو تخلي لي الزيت يوصل له أتربة. الحاجة الثالثة ممكن خلال عملية التشغيل نفسها عن طريق ان يكون في سيل مقطوع يدخل لي كونتامينانس او يدخل لي برضو ايه تراب على الكرسي بتاعي، او يكون انا وانا بختار اخترت كرسي خطأ غير مناسب لظروف التشغيل، يعني مثلا بالنسبة للعمل في الكسرات الكراسي بتحط فيه ماكينات الكسرات اللي بتكسر الحجارة دي مثلا من الحاجات اللي هي لابد ان يكون الكراسي بتاعتها معمولها سيل من النوع اللي هو ايه، يعني السيل بتاعها من الانواع الجيدة دي، نتيجة ان هنا بيبقى الجو مترب او غير مناسب او كمية الاتربة فيه عالية، وبالتالي احتمال ان لو انا استخدمت كرسي عادي سيل ليه شيلد من الناحيتين ممكن ايه الكونتامينانس تعدي منها وتوصل للايه للبلي، وده هيعمل لي ايه مشكله. يبقى اذا دي المصادر اللي هي الكونتامينانس دي اللي هي بتعمل لي مشكله، لان الكونتامينانس دي البارتكلز بتاعتها او الجزيئات التراب دي بتيجي بين السطحين وبتبتدي تشتغل كما لو انها صنفره، فبتجرح لي في السطحين اللي بيتحركوا على بعض، فتجرحها للسطحين دول بيؤدي الى ان انا بيعمل لي عمليه احتكاك عاليه ويرفع درجه الحراره ويقلل لي الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الماتيريال بتاعه السطحين دول، وبالتالي بيقلل لي كمان ايه عمر الكرسي بطريقه كبيره. ده اكتر من كده البارتكلز دي لو كبرت عن حد معين لما بتيجي تتحشر في الجاب الصغيره اللي بين البليه مثلا والانر ريس او البليه والاوتر ريس، لما بتيجي تحشر هناك والبارتكل دي بيبقى الهاردنس بتاعتها عاليه فبتبتدي تتكسر، وهي بتتكسر الى اجزاء اصغر منها، ولكن هذه الاجزاء بتبقى حاده الاطراف، يعني حتى اذا كانت هي في الاول كانت راوندد يعني كان ليها بعض الاسطح بتاعتها مستديره بعض الشيء منحنيه، لما بتيجي تحصل لها كراشنج وتتكسر بيبتدي تبقى ليها ايه حاده، مع الحديه بتاعتها دي بتروح رشقه او تحصل لها عمليه انبيدابيلتي او تنغمس في سطح من السطحين دول، وبالتالي بيصبح السطح اللي حصل فيه الانغماس دون كما لو انه فرخ صنفره شغال على التاني، فبيعمل لي عمليه وير عاليه جدا جدا، بيولد لي حراره عاليه، بيعمل لي ويلة عالي، بيقلل لي من خصائص المعدن بشكل ايه كبير. دي من ضمن الحاجات اللي بتحصل بالنسبه للايه للكونتامينيشن. وهذه الظاهره بتاعه الانغماس دي اللي بتعمل لي حاجه اسمها التو بودي والثري بودي ابريجن، اللي هي عمليه التاكل عن طريق اللي هو عن طريق الحرف بتاع البارتكل دي اللي هو بيشتغل وبيشيل وبيكحت او بيعمل خدوش في السطح الثاني، ودي من الحاجات اللي هي ايه الخطيره واللي بتعمل ايه فيلير او بيكون سبب كبير من اسباب الايه الفيلير، وعشان كده لازم الواحد يهتم في
بالنسبه للكراسي او في دوائر التزييت عموما، دوائر التزييت الكبيره اللي بتعدي على اكتر من جزء، لازم يكون فيها عمليه فلتريشن، يعني يكون فيها فلتر، والفلتر ده يكون افكتيف، يعني يكون فلتر كويس علشان يبتدي يشل كل الاتربه اللي تعدي عليه قبل ما توصل للايه للكراسي. وفي بعض النظم كمان بيبقى مفيش فلتر، فيه بيبقى فيه اتنين فلتر، فيه فلترين على التوالي، واحد اسمه برايمري والتاني اسمه سكندري فلتر، على اساس ان الاولاني بيشيل البارتكلز بحجم معين والتاني يشيل البارتكلز اللي بعديها. يعني ايه عايز اقول ايه، ان عمليه الفلتريشن ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي الاساسيه اللي ان احنا لازم ناخد بالنا منها. وعشان كده بيكون الجو اللي احنا بنشتغل فيه كنت نسبه الكونتامينيشن فيه عاليه، زي ما بقول دايما حددي مثال للكسرات والمحاجر وشركات الاسمنت. بنعمل زي ما بقول ايه اللي هو الفلترين، فلتر بدائي وفلتر ثانوي. الفلتر البدائي دوت بيحوش البارتكلز الكبيره وتعدي منه البارتكلز الصغيره اللي هي تروح جايه على الفلتر الصغير، يروح شايل ايه، يروح ايه حاجزها، علشان اعمل ابقى اضمن ان انا انظف الدايره تحتي بطريقه كويسه. ولكن لان في مثل هذه الحالات لو انا حطيت فلتر واحد في حاجه من اتنين، اما الفلتر واحد ده هيكون لو هو ضيق قوي هيبتدي على طول يتركز عليه البارتكلز الكبيره وعلى البارتكلز الصغيره ويحصل سددان ليه، وبعدين هيقلل لي الفلو اللي واصل للكراسي، او يحصل فيه دامج هو نفسه يتقطع فالزيت يعدي منه دون ان يحصل له عمليه فلتريشن، لان الفلتر ده بيبقى من جوه نوع معين من الورق، او ان انا اعمله واسع علشان اعدي منه زيت. فلو عملته واسع البارتكل الصغيره برضه هتعدي منه. وعشان كده بنعمل ايه التو فلترز اللي هو على التوالي ورا بعض في مثل هذه الحالات. نضيف كده برضو ان في بعض الحالات لو كان مستوى الزيت عالي، فمستوى الزيت عالي معناها ايه؟ معناه ان الزيت بيحصل فيه تقليب زيادة، ففي جزء كبير من الانرجي بتفقد خلال عملية التقليب دي، فبترفع درجة حرارة الزيت وبالتالي بتقلل خصائصه، وبعدين تقليل خصائصه دي معناها ان هي بتخليل الزيت اللي واصل للكرسي هو اساسا في درجة حرارة عالية، فطالما الزيت وصل في درجة حرارة عالية معناها الفيسكوستي بتاعته بتقل، معناها ان الشير ستريس اللي بتولد، لان في شير ستريس بتولد في طبقة الزيت عشان يرفع لي الجزئين عن بعض، الجزئين اللي هم بينزلقوا على بعض وبينهم طبقة الزيت دول، فبيرفعهم عن بعض عشان ما يحصلش تآكل. فطالما ان الزيت كان سخن معناها ان الفيسكوستي بتاعته بتقل، معناها انهم بيقربوا من بعض، معناها ان ممكن يحصل بينهم ايه التقاء جزئي، معناها ان درجة الحرارة هترتفع. وعشان كده لو كمية الزيت الليفل بتاع الزيت كان اعلى من المطلوب، ده تعتبر عيب برضو ممكن يؤدي الى سخونة. او لو كان الزيت بتاعي كان منخفض، معناها ان ممكن ان انا اوصل ان في بعض الاماكن من الكرسي بتاعي مش هيوصل له زيت كفاية. وطالما انا ما قدرتش اوصل كمية الزيت للمكان اللي فيه كونتاكت، معناها ان هيحصل على طول ايه سخونية نتيجة التقاء الاسطح ايه مع بعض. اللوحة اللي قدامي دي بتوضح لي الميكانيزم بتاع عملية التزييت في الكراسي. يعني اللي قدامي ده مثلا في عندي انر ريس واوتر ريس وبينهم البليات، وبين البليه وبين مثلا الاوتر ريس هون انا عامل هنا ايه طبقه من بالبليه وبين الاوتر ريس، عامل طبقه من الايه الزيت. طبعا طبقه الزيت بتكون بين البليه وبين الاوتر ريس، وبرضه بين البليه وبين الانر ريس لازم يكون برضه طبقه، لان برضه هيبقى فيه هنا كونتاكت بين الاثنين، لان فيه هون ريليتيف ايه ديسبيسمنت. يعني في عندي هنا ديسبيس بين البليه وبين الانر وبين البليه وبين الاوتر ريس. اللي بيحصل دلوقتي ان الكرسي ده وهو بيلف، طبقه الزيت اللي باينه عندي هنا اللي هو ايه الشريحه البيضه الصغيره ديت، طبقه الزيت دي بتولد، هي دي اللي بتولد فيها الشير ستريس. لو الفسكوس بتاعتها قليله معناها ان نتيجه الحمر الراديال اللي موجود على الكرسي، هبص لان البليه هتتقابل مع الانر ريس او مع الاوتر ريس او مع الانر ريس والاوتر ريس، معناها ان يبتدي يحصل ايه احتكاك وتتولد حراره عاليه، والحراره دي هتمر وتوصل للانر والاوتر ريسز وتؤدي الى ما يسمى بالميتال تو ميتال كونتاكت، وتخفض لي كمان من الخصائص الميكانيكيه اللي بنتكلم بروبرتيز بتاعه
الخامة بتاعتي. وعشان كده انا في نظام التزييت لازم اضمن ان وجود هذا الفيلم من الاويل فيلم ده لازم يكون متواجد عندي في الاماكن اللي فيها ايه ريلاتيف موشن بين الاجزاء المختلفة. بالنسبة للانستليشن فبرضو عملية التركيب الخاطئ ممكن تؤدي الى اوفر هيتنج. ومثل هذا النوع من الاوفر هيتنج احنا بنسميه ايه انستليشن اوفر هيتنج، يعني ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة عملية التركيب. ولكن ازاي عملية الانستليشن بتعمل اوفر هيتنج؟ عملية الانستليشن عشان تعمل اوفر هيتنج ممكن يحصل واحد من الحاجات اللي هنقول عليها دلوقتي. اول حاجة يكون في عندي ما يسمى بالانكوركت شافت فيت، يعني الفيت اللي بين الشافت وبين الكرسي بتاعي مش مظبوط، لان انا عندي كرسي هيبقى راكب على العمود، فلو العمود ده اللي هو الشافت ده الفيت بينه وبين الكرسي مش مظبوط، ده هيعمل لي اول حاجه ايه عمليه اوفر هيتنج. الحاجه الثانيه ان كوركت هاوزنج فيت، اللي هو العلاقه بين الاوتر ريس والهاوزنج. يعني اذا كانت الاوليه كانت العلاقه بين الانر ريس والهاوسنج دي الانر ريس والبيرنج، الثانيه اللي هو الانكوركت هاوسنج فيت ده بين الاوتر ريس والايه والهاوسنج. الحاجه الثالثه ان ممكن يكون في عندي ميس الاينمنت، معناها ان عدم تطابق المحورين بتوع الكرسي مع المحور بتاع الكرسي مع المحور بتاع العمود. الحاجه الرابعه اللي هو رابنج سيلز، اللي هو ان يكون في عيب حصل او تآكل حصل او قطع حصل في السيلينج اللي ايه بتاعه الايه الكرسي بتاعي. هنتكلم دلوقتي على الانكوركت شافت فيت، اللي هو ان يكون الفيت بتاع الشافت مش مظبوط، معناها اللي هو الفيت اللي بين الشافت وبين الانر ريس، اللي هو الخلوص اللي بين الشافت وبين الفيت. الخلوص دون هيبقى عندي حاجه من اتنين، اما الخلوص دون اوفر سايز او اندر سايز. كلمه اوفر سايز معناها ان انا المفروض اعمل العمود بقطر معين، العمود اللي عندي قطر العمود طلع اكبر من القطر اللي المفروض كان يتعمل عليه عشان يحصل شحط بينه وبين العمود، شحط مستريح. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن العمود بتاعي يكون كان المفروض يكون 25 ملم، الاقي انا كنت عامله 25 مثلا و30 مايكرون. ال 30 مايكرون دول زياده، لما حاجه اركب الكرسي على العمود زي الرسمه اللي قدامي دلوقتي دي هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان العمود قطره كبير، فالعمود هيروح ضاغط على الانر ريس. الانر ريس تبتدي تتحرك، هيبتدي الخلوص اللي بين البليه وبين الانر ريس او البليه والاوتر ريس هيصغر عن الخلوص اللي المفروض يكون موجود. الخلوص ده مهم، هو في خلوص بينهم اللي هو المفروض هيكون فيه طبقه الزيت. لا، فالخلوص ده لما هيصغر هيعمل عمليه سكويزنج، هيعمل عمليه هيطرد طبقه الاويل فيلم من المنطقه بين الانر ريس والبليه او الاوتر ريس والبليه. فعمليه الطرد دي هيخلي لي ان الكرسي لما يجي يشتغل هيحصل في ظاهره الميتال تو ميتال كونتاكت، اللي هو التقاء السطحين مع بعض، وبالتالي هيحصل على طول ايه فيلير. وبالتالي فعمليه لما الكليرنس ده بيتاثر بالاوفر سايز فيت بتاع الشافت. يبقى ده ايه تأثير الاوفر سايز، وده تأثير مهم. وعشان كده ناخد بالنا من الفيت بتاع الشافت مع الكرسي، الاتنين بيركبوا مع بعض فورس فيت او كل حاجة، ولكن ما يبقاش بضغط كبير. عشان كده بتيجي نركبهم بنركبهم بندق عليهم بدقماء خشب او كاوتش، يعني بيتحط عليه قطعة كاوتش ويدق عليه او بدقماء خشب وهو اما بيجي يركب ايه مكانه، علشان اضمن ان عمليه التركيب ودق بسيط، عشان اضمن عمليه التركيب عمليه مظبوطه. لكن انا ممكن اجيب مرزبه ربع مرزبه وادق على الكرسي عشان اركبه في العمود، وهنا هيبقى عندي احتمال من اتنين، اما عمليه الدق نفسها تبوظ الكرسي نفسه عن طريق ان يحصل فيه ديفورميشن، او ان البل يتحرك من مكانه، او الكيج تتكسر اللي هي شايله البل. ده اول احتمال. الاحتمال الثاني حتى لو الكرسي ما اتكسرش عمليه الايه الاوفر سايزنج ده هيحصل، يعني العمود هيركب مع
الكرسي تحت تأثير قوة زيادة، فايه هيحصل فيه تمدد او هيحصل فيه اكستنشن زيادة في المحيط بتاع الكرسي، زيادة في المحيط بتاع الكرسي ده هيبتدي يخلي او الانر ريس تضغط على البلي وتبوظ لي الكليرنس اللي المفروض يكون موجود. الاحتمال الثاني اللي هو الاندر سايز شافت فيت، وفي حالة الاندر سايز بيكون قطر العمود اقل من القطر المفروض، وبالتالي هيبتدي الكرسي وهو داخل بركبه في العمود هيبقى فيه بينهم كليرنس او هيبقى داخل ايه خفيف زي ما احنا بنقول كده بالبلدي خفيف. ده هيعمل ايه؟ اول ما هيبتدي الاتنين يتحركوا مع بعض هيحصل بينهم ريلاتيف موشن، اول ما يبتدي العمود يلف الاوتر الانر ريس مش هيتحرك معاه كامله، ولكن هيحصل بينهم ريلاتيف موشن بسيطه. هذه الريلاتيف موشن هتعمل احتكاك بين السطح الخارجي للعمود مع السطح الداخلي للانر ريس، هيتولد عنها حراره، الحراره دي هتبتدي تعمل تمدد اول حاجه، هتعمل تمدد للانر ريس فهتبتدي برضو تبوظ لي الكليرنس اللي هو المفروض يكون موجود بين البليه وبين كل من الانر والاوتر ريسز. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عمليه الاندر سايز دي بتبوظ لي العمود نفسه، يعني لو كانت الاندر سايز دي كبيره شويه بتبوظ لي العمود، وبتلاقي العمود بيتسلخ بيبتدي يحصل عليه بيبوظ نفس الركبه دي وبيحصل عليه تسليخ، وفي هذه الحاله بلاقي نفسي ان انا بضطر مش اغير البلي بس اضطر كمان العمود ايه اغيره. طبعا هنا تغيير العمود بيصبح عمليه مكلفه، وبلاقي نفسي ان انا دخلت هنا في ايه في تكلفه عاليه. طبعا في بعض الاحوال في عمليات الصيانه بيضطر بتوع الصيانه بيضطروا الى بعض الحلول اللي احنا ما بنقولش عليها ان هي حلول سليمه، ولكنها حلول نضطر لها في بعض الامور، لان ممكن العمود اللي هو يكون هيركب عليه الكرسي دون يكون عليه تروس بيلد ان، يعني هو نفس العمود نفسه متخلق عليه ترس وفيه مشابيات او من خامه يعني غالية او مش متوفر هذا العمود، اذا كنت انا هجيبه كسبير بارت جاهز يعني اذا ممكن تبقى فيه مشكلة. ففي هذه الحالة بيحصل تسليخ على الركبة اللي راكب عليها الكرسي، بنضطر بنروح واخدين هذا العمود وليه بعض الحلول عشان نصلح ركبة العمود نفسها، العمود اللي هو حصل فيه تسليخ او حصل فيه باز السطح بتاعه نتيجة الريلاتيف موشن اللي حصلت بينه وبين البلية نتيجة الاندر سايز. نلاحظ كمان ان ايه نتيجة الحرارة المتولدة بلاقي شكل العمود بيتكون عليه مناطق زرقاء، دي معناها ان في حرارة عالية اتولدت نتيجة السليب اللي حصل بين الاتنين دول، بتلاقي العمود عليه كده ريجونز او مناطق ليها لون الزرقان نتيجة الحرارة العالية اللي بتولد. الحرارة بتبقى درجة حرارتها بتبقى عالية جدا جدا، يعني توصل درجات 700 و800 درجة مئوية. عشان كده عمليه الاصلاح بتاع العمود دوت بتتم ايه يعني بطريقتين، ممكن يصلح بطريقتين. الطريقه الاولى ان احنا بنعمل ايه، بناخد العمود ده ونحطه على مخرطه ونفترض ان كان قطره مثلا 40 ملي، اروح منزله من 40 مثلا ل نقول مثلا 25، يبقى معايا كل شيلت 15 ملي، وبعد كده بروح عامل جلبه قطرها الداخلي 25 وقطرها الخارجي اكتر من 40 شويه، والجلبه دي بس برفع درجه حرارتها شويه واروح مدخلها في العمود اعملها كقميص على الركبه اللي هيركب عليه المفروض هيركب عليها الكرسي، اصبح عندي العمود وعليه الجلبه اللي مشروطه فيه بالتسخين دي اصبح قطرها اكتر من 40، اروح حاططها على المخرطه مره ثانيه واروح ظابط القطر بتاعي بالمخرطه بشرط يبقى قطر ال 40 هو هيركب عليه الايه الكرسي، يعني اوصل بيه للقطر السليم اللي المفروض كان يبقى موجود عليه ايه العمود واشحط عليه الايه البليه بتاعتي. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا بنيجي على العمود ده نفسه اللي هو حصل عليه التسليخ ده وبنديله بنط لحام، بنزود باللحام الكهرباء، فبتكون عليه طبقه بعد ما نشيل الخبث من عليها برضو ونحطها على المخرطه ونبتدي نروح خارطينه على القطر اللي احنا عايزينه، لان عمليه اللحام دي بتديني تخانه، يعني تزود لي القطر الكبير بتاع القطر بتاع العمود تخليه لي اكتر، طبعا هيطلع اكتر من 40، يعني اذا كان عندي كان الفرق مثلا 20 30 40 50 مايكرون
النتيجه اللي هو بتاعه الاندر سايز دي، انا بحط طبقه اللحام دي بتبقى طبقه صلده، وبتلاقي تخينتها بتبقى كبيره ممكن تبقى سنتي ولا اكتر، فبضطر بعد كده ايه اخرطها لغايه لما اوصل برده بالعمود لقطر ايه اللي انا عايزه واشحط عليه البليه. ولكن الطريقتين دول تعتبر من الطرق اللي هي الغير مستحبه، لان عمليه التسخين اللي بتتم دي عشان اشحط الجلبه او علشان او الناتجه نتيجه عمليه اللحام دي، بتغير لي في المايكرو ستراكشر بتاع العمود، وبتزود من البريتلنس بتاعته، وبتقلل من الدكتيليتي، وبالتالي بيبقى العمود بتاعي قابل للكسر، خصوصا وان عمليات الحراره اللي بتنتج من عمليات اللحام بالخاص عمليه اللحام بتعمل لي كراكس، او احنا بنسميها مايكرو كراكس، يعني شروخ داخليه في الخامه، مع التشغيل ومع الديناميك افكت نتيجه الدوران والاحمال اللي موجوده عليه بتصير الكراكس بتكبر ويحصل كسر للعمود. عشان كده نلاحظ ان كل المشكلة اللي بتحصل ايه من مشكلة بسيطة جدا، وهي ان احنا ايه ان هو الركبة بتاعت العمود ما كانتش مظبوطة، كانت اندر سايز، فعملية المشاكل دي ايه كلها. بالنسبة للانكوريكت هاوسينج فيت، المقصود بيها ان عملية الفيت اللي بين الاوتر السطح الخارجي للاوتر ريس مع الكيسينج عملية مش مظبوطة. يعني مثلا لو خدنا مثال اللي قدامنا ده، هو مثلا ان هو في عندي ان هو ادي البلية، وفي نصين اللي هم الهاوسينج اللي هو القاعده والكفر بتاعتها، وبتربطوا بمسمارين لان بينهم هنا بالسنتر لاينز اللي خاطين الايه الراسيين اللي على اليمين وعلى الشمال في الرسمه دي. لو نفترض ان انا ربطت على دول ربط زياده، طبعا الربط ده المفروض بيكون معمول بتور كرنش، يعني مفتاح عزم عند عزم معين بيبقى محدد خلال عمليه الايه التصميم، لكن لو زاد الربط عليه او اتربط بقى بمفتاح يعني العامل او الفني ربطها بطريقه غير سليمه وكان الضغط زياده، هنا الضغط الزياده اول حاجه هيكون ليه تاثيرين. التاثير الاولاني زي ما واضح قدامي دلوقتي هيعمل عمليه سكويزنج للبير اوتر ريس، معناها عمليه عصر، هيعصر الحلقه الخارجيه، فهيعصرها يعني هيضغط عليها زياده، فهيعمل فيها شبه انبعاج او ديفورميشن. هذا الانبعاج هيرد على الكليرنس اللي بين البليا وبين الانر ريس والاوتر ريس، فهيقلل الايه الكليرنس اللي بين الانر ريس والاوتر ريس. ده بالعكس اكتر من كده، لو كان الربط ده زياده عن اللزوم بطريقه كبيره شويه كمان ممكن يلغي خالص الكليرنس اللي موجود، وبالتالي مش هيتكون اي طبقه زيت بين البليا وبين السطحين بتوع الانر والاوتر ريسز، وهنا في هذه الحاله طبعا هيحصل متل تو متل كونتاكت، ويبتدي يكون نتيجه عنها يحصل عمليه الايه الهيتنج. وعشان كده عمليه الربط بتاعت الكابس او الاغطيه اللي بتضغط على الكراسي دي لابد ان هو في الضغط عليها تكون ايه عمليه محسوبه، ما هياش يعني ايه نستخدم فيها القوه بس على قد الواحد ما يقدر يربط زي ما بتشوف بعض الايه الفنيين بيعملوا هذا الكلام، وطبعا الكلام ده بيبقاش ايه مظبوط. هنتكلم دلوقتي بعد كده على عمليه الميس الاينمنت، وعمليه الميس الاينمنت المقصود بيها اللي هو عمليه عدم تطابق المحاور، وهنا المحاور اللي هو المحور بتاع الكرسي والمحور بتاع العمود. يعني لو بصينا مثلا الرسمه اللي قدامنا دي، في عندي هنا هو عمود ومحطوط على كيسنج، والمفروض ليه فراغ معين هيركب فيه، لكن لسبب او لاخر اصبح متركب فاصبح ليه سنتر غير السنتر بتاع الايه العمود. طبعا مثل هذا الوضع هيؤدي ان الرولينج اليمنتس اللي هي البليات او البلح او حسب شكلها طبعا هتبتدي تتحرك في مسار غير المسار، بتبقى معصوره بتتحرك في مسار غير المسار بتاعها، وده برضو بيؤدي الى تغيير في الكيرنس بتاعه الاويل فيلم، وهتعمل لي برضو طبعا ايه متل تو متل كونتاكت، ودي برضو من المشاكل اللي احنا ايه بنقابلها كتير في الكراسي. دلوقتي هنتكلم هنتعرض دلوقتي للرابنج سيلز، والرابنج سيلز هنا مقصود بيها ايه اللي هي عمليه الاحتكاك اللي ممكن يحصل على السيلينج او الشيلد اللي هم على الجنبين بتوع رمانه البلي. عمليه الكونتاكت اللي ممكن يحصل للسيلينج دون او البوظان بيحصل بيها نتيجه ايه؟ عاده بيكون نتيجه ان الشولدر اللي احنا بنعمله على العمود عشان الكرسي يركب عليه بيكون اعلى من اللازم. يعني مثلا لو بصينا في الرسمه اللي قدامنا دي، هبص الاقي عندي عمود اللي هو لونه اصفر وفي كرسي راكب عليه والهاوسنج اللي هو لونه ايه ابيض قدامنا دلوقتي.
السيلينج اهو واضح، البليه بتاعتي مقفوله من ناحيتين اللي هي نوع الزد زد مقفوله من ناحيتين، والشولدر بتاع وفي شولدر موجود على العمود الكرسي، الانر ريست بتاعتي راسي عليه من ناحيه اليمين. لما ابص للشولدر اللي معمول على العمود اللي هو عند فيه هنا مكتوب قدام الشولدر كده، وفي سهم اخضر واصل ليه عند نهايه السهم كده، هو ابص الاحظ ايه؟ الاحظ ان الكتف دهون بتاع الشولدر دهون ارتفاعه مناسب. يعني ارتفاعه مناسب يعني ما كانش عالي قوي، بالشرط ان هو عالي ووصل للسيلينج، فلما يجي يلف العمود ممكن يحك في السيلينج دهون ويعمل لي مشكله زي الايه الرسمه اللي واضحه قدامي دلوقتي. ففي الحاله اللي قدامي دي تو هاي شولدر اهو، يعني الشولدر بتاعي زياده عن اللزوم، فده انكوركت طبعا، يعتبر مش مظبوط. فهنا العمود هو بيلف ممكن هيحك مع السيلينج، وهيؤدي ده الى ان السيلينج بتاعي يضرب او يتقطع او يتكسر، فيبتدي يخرج منه ايه اللوبريكانت اللي فيه اذا كان شحم، الشحم اللي موجود جواه، واصبح ان هو ايه الكرسي هنا ما فيهوش شحم، فممكن يحصل ليه ميتال تو ميتال كونتاكت. بالاضافه لكده ان كسر هذا الشولدر هيدي فرصه لان كونتامينيشنز تخش او كونتامينانس او بارتكلز تخش من بره من الهواء الجوي، اتربه تخش عند الكرسي وتخش في المنطقه بتاعه الاحتكاك او بتاعه الالتقاء او الكونتاكت بين البلي وبين الانر والاوتر ريسز، وتبوظ لي البليه بتاعتي. هنتكلم دلوقتي على النويز اوف بيرنج، وهنا النويز اللي المقصود بيها اللي هو الضوضاء اللي بتحصل من الكرسي، او بمعنى اصح الزرجانه اللي بتحصل في العمود. اذا جاء بتحصل في العمود دي هو اي كرسي رومان بلي هو بيلف ليه صوت معين الودن بتتعود عليه بالنسبه للراجل اللي شغال عليه او الراجل بتاع الصيانه. لو حصل فيه اي مشاكل جوه العمود يبتدي الصوت بتاعها بيعلى، تلاقي الصوت اختلف. الاختلاف ده بيبقى نتيجه ايه؟ وجود حاجه معينه. لكن احنا عايزين نقوله ايه في الاول، ان النويز دي او الضوضاء دي اللي بتحصل من الاعمده ممكن تحصل مع اوفر هيتنج او بدون اوفر هيتنج. يعني ممكن العمود مع عملية الأوفر هيتنج تحصل نويز، أو بدون أوفر هيتنج يحصل نويز. الأول إمتى هيحصل مع الأوفر هيتنج؟ طبعا نتيجة الأوفر هيتنج لما بيحصل أوفر هيتنج ويحصل ميتال تو ميتال كونتاكت، بيحصل احتكاك بين الأسطح ميتال بين الأسطح الدوارة، وبيبتدي يحصل تآكل عالي بيكون ناتج تآكل اللي احنا بنسميه الوير ديبري، بيبقى موجود بين السطحين وهما بيلفوا، فبيعمل بقى ايه تحصل زرجنه في العمود يبتدي صوته ايه يتغير. وممكن كمان النويز دي تحصل من ايه من غير مش بسبب ايه هذه، ولكن لاسباب ايه اخرى. لكن اللي احنا عايزين نقول عليه ايه، ان النويز دي برغم ان هي حاجه طبعا عيب كبير بيحصل، لكن بالنسبه لرمانات البلي دي بتعتبر بالنسبه لينا برضو ايه احنا بنسميها ورنينج سيجنال، يعني اشاره انذار او انذار لينا ان الكرسي حصل فيه حاجه. وعشان كده الانسبكتورز اللي هو الجماعه المفتشين بتوع الصيانه او الفني اللي بيبقى شغال على مكنه معينه، من الصوت او ما بتدي يحصل لاقي صوت حصل صوت مش مظبوط، بيروح موقف المكنه ويبقى في حاجه لازم يشوفوا الايه المشكله ايه ويحاولوا يغيروا الكرسي. ودي تعتبر ميزه من ميزات رمانات البلي عن الجورنال بيرنج، لان هي بيديني فرصه ان انا اعرف ان الكرسي ابتدى يحصل فيه مشكله واقدر افكه واغيره واركب واحد غيره. طبعا الكراسي رمانات البلي ما بتصلحش، لازم على طول يعني يتعمل لها عمليه ريبليسمنت على طول، تغيير على طول. فدي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي احنا بناخدها في الاعتبار، اللي هي عمليه النويز اللي بتحصل في الكراسي. ولكن هذه النويز ممكن تكون راجعه لسبب من الاسباب الاتيه، غير احنا بنتكلم دلوقتي غير الحراره، ممكن تكون راجعه لسبب الاسباب الاتيه. اول حاجه لوس شافت اوف بيرنج فيت، يعني ممكن يكون الشافت بتاعي مع البيرنج فيت الفت اللي بينهم مش مظبوط، اللي هو عملية ايه اندر شافت اندر سايز فيت، فدي بتعمل لي ايه تعمل لي هذه المشكله، تعمل لي ايه نويز، لان هتلاقي الاثنين بيلقوا جوا بعض. لو طبعا لو كان بدرجه كبيره شويه هيلقوا جوا بعض ويبتدي يعمل لي ايه مشكله ويعمل لي نويز. الحاجه الثانيه تايت شافت اور هاوسنج،
ان يكون العمود بتاعي والهاوزنج او الهاوزنج الربط اللي عليهم جامد، فدي برضو ممكن تؤدي للنويز. الحاجة التالتة اللي هي الكونتامينيشن ممكن توصل عند الرومانتك بيل، ممكن برضو تعمل لي نويز. وبالاضافة لكده الانترنال وير اللي هو التآكل اللي بيحصل جوه في الكرسي، ونتيجة التآكل دي للوير دي بتظل في المنطقة، بتختلط مع الشحم وتظل في المنطقة اللي بين البلية وبين الانر والاوتر ريسز، فدي برضو ايه تعمل لي ترفع لي من صوت الكرسي و يعني تديني انديكيشن ان في حاجة حصلت. يعني ملخص هذا الكلام ان عملية النويز دي من ضمن السيجنالز الورنينج سيجنالز او الاشارات الانذار الضرورية في حالة الكراسي، وتعتبر ايه دليل او مؤشر ليا ان في مشكلة في الكرسي بتاعي. يعني هو زي ما واضح قدام دلوقتي لوس اند تايت شافت اند هاوزنج فيت، يعني عملية ان الشافت والهاوزنج الفيت بتاعهم يكون قليل او كبير. فبيقول لك ان البور هاوسنج اند شافت فيتس كوز نويز، يعني النويز ممكن تنشا نتيجه ايه ان الفيت اللي عندي بيكون خفيف او تايتد يعني عالي. بالاضافه لكده بيعمل لي هيت، ولان عمليه الفيت ده هو لما بيكون لوس بيعمل عمليه سليب ريليتيف سليب بتحصل بين الاجزاء اللي هي المفروض ما يكونش بينها سليب زي سطح العمود مع الانر ريس او الهاوسنج مع الاوتر ريس، وهذا السليب دوما بيديني حراره، وبالاضافه لكده بيعمل لي الصوت اللي احنا ايه ممكن نشوفه. الحاجه الثانيه اللي هو الكونتامينانس، اللي هي الكونتامينانس اللي هي الايه الشوائب. الكونتامينانس دي لما بتوصل للكرسي بتعمل لي برضو نويز. ليه؟ لان الكونتامينانس بيبتدي تخش على الاجزاء المتحركه، ممكن يحصل لها عمليه امبيدابيلتي يعني انغماس في سطح من الاسطح ده، وبتبتدي تشتغل زي ورقه صنفره، وبتعمل لي ايه بتعمل لي نوع من يعني صوت نتيجه عمليه الميكانيزم بتاع الوير اللي هيحصل التاكل. زي الرسمه اللي قدامنا دي مثلا، هو انا اهي في عندي ادي نص بليه كامله اهو، في ان ريس واوتر ريس وبينهم البلي بتاعي. الكونتامينانس لما بتخش في الوسط بينهم كده هو زي ما هو واضح كده عندي بتخش في المنطقه اللي بين البلي والاسطح بتاعه الريسز اللي عندي، فدي بتبتدي تشتغل ايه صنفره وتعمل لي الاصوات الغريبه اللي ممكن ايه. هنا برضو لابد نلاحظ حاجه، ان عمليه الكونتامينيشن دي ممكن تحدث يعني وصولها للكرسي ممكن يحدث نتيجه عمليه التداول الخاطئ لرمانات البلي، زي مثلا لما بيجي العامل يمسك رمانة البلي كده بايده، فممكن في هذه الحاله ايده لو كانتش نظيفه او فممكن ايه يبتدي ينتقل منها الى الكرسي، يتنقل للكرسي هذه الاتربه، وتؤدي الى انها تخش في المنطقه اللي هي ايه بين البلي والانر والاوتر ريسس. وعشان كده في عمليه الاسمبلي وديس اسمبلي والستورج، يعني عمليه التخزين بتاعه رمانات البلي او القطع الغير عموما، وعمليه الاسمبلي وديس اسمبلي عمليه التركيب او الفك، لابد ان احنا نراعي فيها قواعد صارمة لعمليات النظافة بتاعة الأجزاء، سواء المتداولة اللي هي جاية من المخازن أو اللي احنا بنركبها نكون فكناها وبنعمل فيها أي حاجة بنصلحها أو بننظفها وبنرجعها. فلازم يعني يكون في restrictions صارمة لعملية النظافة بالنسبة للعامل وفي تداوله لهذه الأجزاء. مصدر اخر من مصادر التلوث اللي بيحصل لوصول الكونتامينيشن للبيرنج، اللي هو عمليه الورن او التاكل اللي بيحصل في السيلينج بتاع الكرسي. يعني الكرسي القدامي ده فيه هنا اوتر وانر ريسز، وادي البليه في الوسط، وفي على اليمين وعلى الشمال الصفر، دول اللي هم عمليه السيلينج بتاع. لما بيحصل ان السيلينج ده بيتقطع زي ما هو مقطوع مثلا هنا من تحت من يمين والشمال، فده بيؤدي الى ان بيبتدي تخش منه، يبقى مصدر او مصدر لدخول الاتربه والشوائب من الخارج من الوسط المحيط الى الكرسي، وطبعا بيؤدي الى مشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها
قبل كده. وبالتالي في عمليه لما بيحصل تآكل في السيلينج ده بيبقى مصدر رئيسي من مصادر وصول الشوائب الى الايه الى الكراسي. وبالتالي احنا ممكن نقول ايه، نقول ان عمليه التآكل اللي بتحصل دي احنا بنسميها ابريسيف وير، اللي هو نتيجه وجود الابريسيف اللي هو الكونتامينانس دي، دي بيتاثر في كل من الرولينج اليمنت اللي هو البليات او البلح او الابر اللي هي موجوده بين الانريس والاوتر ريس، وايضا بتاثر في الريسز نفسها الاوتر والانر ريسز. فمثلا بالنسبه للبولز مثلا هنلاحظ ان البول دايمتر القطر بتاعها بنتيجه الوير اللي بيحصل فيه بيقل بقدر الوير اللي بيحصل، وبالتالي فده بيؤدي الى ان الكليرنس اللي بينها وبين الكليرنس اللي بينها وبين الانر اوتر ريسز ايه بيحصل له ايه بيزيد، وده طبعا برده مش مطلوب لان ده بيقلل الشير ستريس اللي بتتولد في طبقه اللوبريكانت لان نتيجه زياده الجاب، وبالتالي برده بيعمل لي عمليه فيلير للايه للكراسي. بينما الوير بالنسبه للريسز بقى الانر اوتر ريسز هنبص نلاقي الاوتر ريس بالنسبه للاوتر ريس السطح الداخلي بتاعها القطر الداخلي بتاعها هيزيد، والانر ريس القطر الخارجي بتاعها هيقل. فدي برضو بتعمل لي ايه برضو ايه مشاكل، دي المشاكل بتنتج او دي الاثار اللي بتنتج من الوير على الكرسي، وكل هذه الاثار بتؤدي الى ان الجاب او الاويل فيلم سيكنس بيتغير بيقل او بيزيد، هنا طبعا نتيجه الوير بيزيد فبيقلل لي البريشر اللي بيتولد في الزيت بتاعي فبيقدرش الزيت يشيل الحمل فبيحصل ايه فيلير للايه للسيستم بتاعي. الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده هو اخيرا يعني متلخص في الرسمه اللي قدامي دي، يعني بنقول ايه، بنقول ان البولز وورن سمولر، يعني نتيجه عمليه الوير اللي بيحصل اللي حدث ان الكور اللي عندي بيحصل لها بيقل قطرها، بالاضافه لكده ان الريسز بتاعتي بيحصل برضو فيها وور، فالريس هنبص نلاقي القطر بتاع الانر ريس القطر الخارجي للانر ريس هيصغر والقطر الداخلي للاوتر ريس هيزيد، وبالتالي هيؤدي الى ايه زياده الكليرنس اللي بين البول وبين الريسز، وده له تاثيره بقى طبعا الضار جدا على البرفورمانس او الاداء بتاع الايه الكرسي. بالاضافه لكده الكروجن اللي هو عمليه الصدى دي ممكن برضو تظهر في عمليه الكراسي، ودي لو ظهر على اسطح الكراسي المفروض ان الكرسي ما يتركبش على الاطلاق، لان الكروجن ده خطورته انه بينتشر دي اول حاجه. تاني حاجه بيخلي لي الفت بين الكرسي وبين العمود او بين الكرسي وبين الهاوزنج مش مظبوط، وطالما كان الفت مش مظبوط ده بيؤدي لي على طول الى عمليه ان الكيرانسز بتاعتي اللي هي بين البول وبين الاوتر وبين الريسز بتتغير، وبالتالي هتؤدي لي لعمليه الاوفر هيتنج، تؤدي لي الى النويز، يعني بتعمل لي عمليه دامج. وبالتالي فالكروجن دون من الحاجات اللي هي الخطيره، وعاده الكروجن اللي بيحصل نتيجه سوء تخزين لرمانات البلي، لان هي المفروض تبقى جايه محطوطه في ورق، والورق دون ورق مشحن ومحطوطه في باكجز معينه. المشكله ان ساعات يطلعوها من الباكجز دي عشان يشوفوها، وبعد كده ما يتعبش نفسه يحطها ويقفلها تاني ويسيبها للهواء الجوي، فالرطوبه اللي في الجو بتكون عليها الصدى زي الرسمه اللي قدامنا دي هي.